حبيت نقول من هذايا أن الرشيدية قامت على أصوات نسائي. صحيح هي لا بلوز انسيان انستيتيوشن دو ميوزيك في البلاد التونسية ومن أقدم وأعرق الانستيتيوشن في الـ في الـ من أهم في شمال أفريقيا ومن أهمها في العالم العربي. سبقتنا كان مصر في حكاية من هذا ومؤسسها مجددا وانبثقت على مؤتمر كامل مؤتمر القاهرة للموسيقى العربية اللي دعاه السلطان فؤاد فصلها واللي تونس شاركت فيه بوفد ذهاب جدا مميز. ما كانش فيه نساء, ما كانش فيه نساء الوفد ذا. روشيف يا وقتها كي دخلت الرشيدية عام 34 وحضرت المؤتمر التأسيسي كانت تضرب تسرع راهي نانا راهي مطربة البلاط, معناها كانت الحفلات الرسمية نتاع الدولة هي شافية الفادات نتاعهم موسمة بنشان الافتخار من عند البي. معناها المرأة كانت تسبح في عوالم أخرى والمال بزايد خاطر كانت تعرف تستثمر أموالها. تقولش دخلها الرشيدية اللي كان مش كانت مرأة مقتنعة بقيمة الفن كانش الشيء اللي تعمل فيه. سيد مصر الكعاك يقول ما كانش نفس الانتيميتي بينه وبين شافية, قال عليه صوت واحد نسائي انطعموه بصوت آخر وجاب له فتحية. فتحية خير, فتحية خير, وفتحية خير وقتها وقتها في الزمان ذاك 42 يأتي الصمام في المجد نتاعها من أجمل الأصوات العربية على الإطلاق مع السيدة اسمها. الصوت الثالث نتاع الرشيدية السيدة صليحة, أيوة اللي كانت كورال في الكورال. علاقة صليحة بالرشيدية مش علاقة فتحية وشافية إلا شافية ولا فتحية دخلوا وهما في قمة المجد دي مومبر فونداتور سي دام سا وفلوس من فوق. إلا صليحة لا, مجدها تبني مع الرشيدية. عرفوها الناس على طريق الرشيدية. تاريخ الرشيدية تنجم تقول من التأسيس هو محطة كبرى, تنجم تقول من التأسيس حتى ظهور صليحة حاجة, من ظهور صليحة لظهور فرقة الإذاعة التونسية الفرقة الموسيقية الإذاعة التونسية حاجة, من ظهور الفرقة تاع الإذاعة حتى التوا حاجة أخرى. ثلاثة محطات نجم نقولوا إذا كان لخصون ثلاثة محطات. ما سيركيتي باش تخرج أوز باش تخرج ناسي بن عروس ديشا أنت هابط ناسي بن عروس الهبطة ديك حتى البطح حتى رمضان بي حتى ناجي الباشا ديجا عندك قلت سقاوي لكن عندك برشا معالم برشا تاريخ وبرشا ريحة. هذيك اللي لوجا لها باش تلقى روحك أنت ديجا كي قاعد في الرشيدية قاعد في جزء من قصر حمودة باشا المرادي اللي هو دار الضياف. خرجت بالدريبة مش تلقى روحك في دار حمودة بجنب دار حمودة باشا, زيد القدام شوية مش تلقى دار المرابط وين كان خراب طويك دار شيخ المدينة, زيد القدام شوية مش تلقى روحك بطحة رمضان بي في قصر قدام قصر رمضان بي اللي في وقت من الأوقات مش يولي يتسمى دار لصر يعرفوه الناس الكل باعتبار أنه تصور فيه مسلسل خطب على الباب أو في جزء منه. الجزء الثاني منه اللي تصور منه فيه زاد مسلسل خطاب على الباب اللي قاعد في الذاكرة الشعبية في دار اللي يقولوا دار جويني تويكا هي دار الريحي دار سيدي محمد الريحي الأكبر.